جرى اليوم بمدينة الشحر الاستلام الابتدائي لمشروع تغيير خط الصرف الصحي لمنطقة 180 شقة إلى صرف صحي، منطقة أحمد بن حنبل مع صيانة غرفة التفتيش للمنطقة، المحيط الذي ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي الاستلام الابتدائي للمشروع أشار الأستاذ عادل بعكاب المدير العام لمديرية الشحر إلى أهمية هذا المشروع الذي سيحجز كبير من مشاكل الصرف الصحي في منطقة الشقق، إلى جانب توفيره للبيئة الصحية الآمنة. من جانبه وصرح المهندس زين العيدروس مدير مؤسسة المياه وصرف الصحي الشحر لأن المشروع الذي يبلغ طوله 270 متر تم فيه صيانة 50 غرفة تفتيش منوها الى ان المؤسسة المحلية للمياه رفعت دراسات الجهات المعنية بالاحتياجات الضرورية والملحة للمؤسسة <applause>